وكل شي حوالين المطبخ رح يحطوا الحق على الولاد وقتها لأنهم عم يشعلوا فتاش بقلب البيت، وأنا بطلع منها بدون ما حدا يشك فيني. براقيا ما رح تقدر تطلع، وصوت الفتاش رح يغطي على صوت الصريخ كمان. كأنها أجهد بعدي عن أبي، وإلا رح أقول عنك إنك مرّة بلا مبادئ وخربت بيوت، وأصلاً هي هي الحقيقة. أكيد بتكوني تزوجتي أكثر من مرة بهالسبع سنين. لساتها معتبرة حالك انتها العيلة. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.